لغتي لغتي العربية لغة العرب القومية كم حازت في الدنيا جمالا دون لغات البشرية اقرأ ما كتب العظماء تقرأ واقرأ ثم اقرأ واسمع ما قال الحكماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية، واليوم سنستكمل دراسة حكاية بيشابو. الدرس أولا مناقشة التهيئة، اثنان عرض الأهداف، ثلاثة الاستماع إلى النص وتحديد المفردات الصعبة، أربعة مناقشة أسئلة حول النص من خلال سؤال وإجابة، خمسة النشاط الكتابي، ستة التقييم الختامي من خلال استخدام التكنولوجيا. والآن هيا شارك معي بالإجابة عن هذه الأسئلة. السؤال الأول، أين يعيش بيشا؟ هيا تذكر. أحسنتم، يعيش بيشا بين المروج الخضراء وفي المرتفعات والأماكن العالية. بما يحلم يا ترى؟ نعم، يحلم بيشا بجناحين يستطيع أن يدور وينتقل بهما في هذا العالم. هيا بنا نتعرف على أهداف درسنا اليوم. الهدف الأول أن يحلل المتعلم النص من حيث علاقات الترادف والتضاد. الهدف الثاني أن يجيب المتعلم عن أسئلة تظهر فهمه للنص. والآن هيا بنا نتعرف على المفردات الجديدة من خلال قراءة هذه الجملة. الجملة الأولى، استلقى الولد على العشب. ما معنى استلقى؟ رائع، بمعنى نام على ظهره. الجملة الثانية، تراقب البنت النجوم. تراقب هنا بمعنى تتأمل أو تنظر. الجملة الثالثة، ما أجمل الغيوم. الغيوم المقصود بها السحب. والآن هيا بنا نستمع إلى أحداث القصة. في يوم من الأيام الخريف الدافئة تحت السماء العالية، استلقى بيشا على العشب يراقب الغيوم، يحذر ويتفكر في شكلها المرسوم. فبدت له الغيوم كالخراف ترعى، تأكل العشب، تلف وتجول. وهناك قطة بكرة من الصوف تلعب، فالتف الخيط حولها كخيوط العنكبوت. وهنالك أمواج يختبئ بداخلها الحوت. والآن عزيزي الطالب، حان وقت قراءتك لهذه الفقرة. هيا توقف هنا قليلا لقراءة الفقرة ثم أجب عن الأسئلة التالية. أحسنتم على القراءة، هيا شارك مع المعلمة. ما العلاقة بين استلقى ونام؟ نعم، علاقة ترادف. ما العلاقة بين تلف وتجول؟ رائع، ترادف أيضا. تعبير حقيقي، استلقى بيشا على العشب. نعم، تعبير حقيقي. جملة فعلية، تأكل العشب. رائع. بما تصف بيشا؟ نعم، بيشا، نعم، يحب التأمل. ممتاز. نعم، خياله واسع. صف ما رآه بيشا في فصل الخريف. أحسنتم. ما نوع الجمع في كلمة الخراف؟ رائع، جمع تكسير. ما الحيوان الذي رآه بيشا؟ رائع، رآه قطة بكرة من الصوف تلعب، فالتف الخيط حولها كخيوط العنكبوت. حان وقت النشاط الكتابي. عزيزي الطالب، يمكنك التوقف هنا قليلا لاختيار أحد هذه الأنشطة وكتابتها بالدفتر، ثم ارسال هذا العمل إلى معلمتك من خلال برنامج السيسو.
حان وقت التقييم الختامي. يمكنك المشاركة من خلال الميل بود مع المعلمة أثناء الحصة. بعد الانتهاء من الإجابة عن الأنشطة السابقة، يمكنك الآن فتح برنامج عصافير وقراءة القصة التي أرسلتها إليك معلمتك. مع تمنياتي لجميع الطلاب بدوام التوفيق والنجاح، شكرا لكم على حسن استماعكم. إلى اللقاء في حصة جديدة إن شاء الله.